السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو حضرتك ممن يدعمون جماعة الإخوان المسلمين قلبا وليس عقلا، فما تتابعش الفيديو للآخر محبة بينا وبين بعض، لأن وارد يعني تقول إيه ده عبد الرحمن إزاي يتكلم الكلام ده، أو عبد الرحمن إزاي يقول الحاجات دي، علشان يعني ما تشعرش، أو ممكن تروح لنظرية المؤامرة وتقول إيه ده عبد الرحمن بقى مع السيسي وبقى مع الأمن والكلام ده كله. فلو انت بتحب جماعة الإخوان المسلمين ولا تدع مجالا للتفكير تماما، ما تتابعش الفيديو ده للآخر. وأنا والله أشهد الله عز وجل أن حتى كل أصحابي من أفراد شباب جماعة الإخوان المسلمين، أو حتى من الكبار والقيادات اللي بيتفرجوا على الفيديو، يعلمون جيدا عبد الرحمن إيه. الفيديو ده يا جماعة لمشهد شفته امبارح داخل جماعة الإخوان المسلمين. بس قبل ما أكلمك عن المشهد وعن الدكتور صلاح، بقى قائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، جبهة الدكتور منير رحمة الله عليه، وفي جبهة أخرى للدكتور محمود حسين. قبل ما أكلمك عن المشهد ده، عايز أحكي لحضراتكم قصة أشهد الله عز وجل أنها حدثت بيني وما بين دكتور عيون، مش هقدر أذكر اسمه بالكامل، لكنه عين باء، هو طبيب عيون الآن يعمل في السودان، يعمل في السعودية. كان قاعد معايا في السودان في 2016، كنا قاعدين في شقة في شارع مكة وكده، منطقة اسمها مكة في السودان، في الخرطوم جنب مطار الخرطوم مباشرة. أشهد الله عز وجل إن هذه الكلمات قلتها للدكتور طبيب العيون نصا. قلت له يا دكتور، كان ساعتها لو حضراتكم تتذكروا كان في حاجات بتحصل ما بين الشباب وما بين قيادات جماعة الإخوان في السودان، والشباب سابوا السكن بتاعهم وكده، لو تفتكروا القصة دي كلها. ففي مجموعة منهم جت سكنت معانا في الشقة وكده. فأشهد الله تعالى إن كان في دكتور قعدت معاه، وكنت أنا وهو والله عز وجل ثالثا. قلت له يا دكتور، اللي بيحصل ده هيجي يوم، هيجي زمن، هيجي توقيت. حتى انه رفض كلامي وقال لي لا 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 لن يحدث. قلت له يا دكتور سيحدث، للاسف السياسه بتحكم علينا ان ده هيحصل. هيجي يوم يا دكتور هتلاقي السودان اللي احنا قاعدين فيها لم تعد ارضا للمعارضين السياسيين في مصر. السودان دي يا دكتور مش هتبقى معانا. هيجي يوم يا دكتور قطر وتركيا هيتصالحوا مع السيسي. لا 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 يمكن هيحصل. قلت له يا دكتور هيجي يوم وهيحصل. هيجي يوم يا دكتور واللي بيحصل ما بين جماعة الإخوان وأنفسهم، ما بين جماعة الإخوان والشباب، هيجي يوم في فئة من جماعة الإخوان، وارد، وده النقطة اللي ناقصة على فكرة، بس دي النقطة اللي ناقصة، وارد إن في فئة من جماعة الإخوان تتصالح مع السيسي. هيجي يوم يا دكتور وهتشوف وضع ما كان لأحد أن يتخيله، إن أردوغان يقابل السيسي. هيجي يوم يا دكتور. على فكرة يا دكتور كلامي هنا مش هقول لك إن أمير قطر بقى إيه ده وأردوغان بقى إيه ده، لا خالص، السياسة. لأن طول ما إحنا بنتحرك من فشل لفشل لفشل، أو طول ما المعارضة بشكل عام بتتحرك من فشل لفشل لفشل، طول ما تكون على يقين مهما كان الداعم ليك، هيجي يوم وقول كفاية. مهما كان اللي بيدعمك، سواء السودان سواء تركيا سواء قطر، هقول بس كفاية، دول مش محققين أي نجاح على أرض الواقع، ستوب. تعال نشوف حلول أخرى. وارد يكون الحلول القائمة الآن التصالح التركي القطري يحول دون أن يحصل حاجة للمعتقل، وارد، يعني وارد الكلام ده. من أيام قليلة تم انتخاب الدكتور صلاح عبد الحق القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، دكتور صلاح عبد الحق، في الجبهة اللي كان فيها الدكتور إبراهيم منير رحمة الله عليه. في جبهة أخرى فيها الدكتور محمود حسين. دي جبهة ودي جبهة. على فكرة دي سؤال بس، أو دي إجابة للناس اللي بتقول ليه المعارضة ما تتحدش؟ إذا كانت المعارضة، إذا كان في جماعة من جماعة الإخوان في كل منهم في اتجاه، إذا كان في شباب من شباب 6 إبريل كل منهم في اتجاه، إذا كان في قيادات ليبرالية كل منهم في اتجاه، فعايز أنت لا في المعارضة كله يتحد؟ هتقول لي أيوه متحد، وفي اتحاد القوى الوطنية اللي بيرقصه الدكتور أيمن نور. سيبك من الكلام ده، علشان اتحاد القوى الوطنية لو ده 10 شباب النهاردة في مصر يعملوا أي حاجة، مش هيعملوا أي حاجة. سيبك من اتحاد القوى الوطنية، عشان لو دعا 100 شاب في مقره في اسطنبول إن يجوا يحضروا مؤتمر، مش هيحضروا. قولا واحدا انا بقول اتحاد القوى الوطنيه له مني كل الاحترام والتقدير بكل الشخصيات اللي فيه، الا انه قاعدته الشعبيه مع الشباب تكاد تكون ما تحت دون خط الصفر ب100 خط. انا اعرف جميع كل من هم داخل اتحاد القوى الوطنيه، لهم مني كل الاحترام والتقدير. اما على المستوى الشخصي في ان هم يعملوا لفيف من الشباب حولهم، ما فيش الكلام ده خالص خالص، خاصه وان اللي بيرقص الاتحاد الدكتور ايمن نور. المهم
حصل ان تم انتخاب الدكتور صلاح عبد الحق قائم باعمال، او تم تعيين الدكتور صلاح عبد الحق قائم باعمال جماعه الاخوان المسلمين في جبهه ابراهيم منير، وبقي محمود حسين. في التوقيت ده ثلاث امانات صعدت لله عز وجل من معتقلات السيسي. كان الاول الاستاذ محمد مصطفى بدوي من وادي النطرون. في نفس اليوم كان المحامي رمضان يوسف عشري الأبعدية دمنهور، تمام؟ بعد منهم بساعات قليلة كان النائب الثمانيني رجب أبو زيد زعير. في ناس بين الجدران اللي عملها لهم السيسي، في ناس في المعتقلات. كل يوم كل يوم بنشوف المشاهد دي. بكلمك امبارح بس ثلاثة في ظل اللي بيحصل ما بين جبهة الدكتور صلاح عبد الحق وجبهة إبراهيم منير، أو جبهة محمود حسين آسف. أنا على المستوى الشخصي ما شفتش محمود حسين طلع بيان، لكن على الفور لما تم تعيين صلاح عبد الحق قائما بأعمال المرشد، خرجت جبهة محمود حسين بيان لطيف ظريف يتكلم عن اللي صلاح عبد الحق ده غير قانوني. جميل جدا، حلو، كويس، قشطه، مشوها مع بعض، انتوا حلوين مع بعض، زبادي في الخلاط 100 فل و10 جزر مع عصير القرنبيط، مش راكب، مش مشكلتي. لكن بقول كلمك في ثلاثه منهم نائب برلماني 80 كانوا يوما ما من 100,000 معتق اصبح الان مش من المعتقل، لا خلاص اصبح الان من الامانات اللي عند الله. بيان عنهم، جملة، كلمة قولها عنهم، كلمة. ما فيش احنا نعمل زي البيض نخبط في بعض بس. ان طب بيان، كلمة يا راجل، قول كلمة. فانت مطلوب انك تخلي الناس تؤمن بافكارك ازاي. انا عشان كده بداية الفيديو قلت لو شايف ان الفيديو ده، لو انت ممن يؤيدون جماعة الاخوان المسلمين كده، ما تتابعش الفيديو. لوارد، انا بقول لك وارد هذا الفيديو يتسبب في ان بعض المشتركين يعملوا الغاء اشتراك. عادي جدا، هي لله عز وجل، والله الواحد الاحد، هي لله تعالى وليست لاحد غير الله. لكن يعني اعمل موقف. قال لك اصل مين بقى قائم باعمال، يعني ايه قائم باعمال ماشي منصب جميل لطيف ظريف كويس جدا 100 فل و10. بقول لك اردوغان مولود تشاويش اوغلو وزير الخارجيه التركي، بيقول لك اردوغان هيقابل السيسي. انتوا عملتوا ايه؟ ولا حاجه، مفيش اي حاجه غير اللهم الدكتور ايمن نور طلع بيان وقال لك احنا نامل ان شاء الله تعالى يكون اللقاء التركي المصري سبيل لحل الداخل المصري. جميل جدا، جميل. انت وزنك ايه؟ انت وزنك ايه؟ انت اصل السياسه دي وزن. يعني ايه وزن؟ يعني اردوغان النهارده عايز يدعم عبد الرحمن، ايه ده؟ الله، عبد الرحمن ده جميل؟ لا، عبد الرحمن ده يعرف يعمل ايه؟ انت وزنك ايه؟ انت فكرك شويه الشغل البتاع اللي بيحصل ما بين جماعه الاخوان ده ما بيوصلش لحد زي اردوغان. بيوصل، ما بيوصلش للاجهزه، بيوصل. بيقول لك يا عم اسكت يا عم، دول عمالين يعملوا في كذا، واحنا عمالين سايبين مصر وما بنتصالحش، وقطر سايبه مصر وما بتتصالحش، وهم بيعملوا الحركات دي مع بعض. لا يا عم الحاج، احنا بقى ندور على مصالح شعوبنا. وارد، والله وارد ده يحصل. عشان كده بدات لك الفيديو بقصه الدكتور عين باء اللي كان ساكن معاه في السودان. طول ما ده شغال بين القيادات او بين الاخوان وبعضهم، طول ما صدقني هتلاقي الداعمين او المستضيفين اللي بيستضيفونا في بلادهم، هتلاقوهم في يوم من الايام يقول لك ايه ده؟ انا ليه بعمل كده مع مثلا نظام عبد الفتاح السيسي، في حين ان دول هم بينهم وبين انفسهم مش متفقين؟ ازاي في يوم من الايام هقدر اكسب بدون مكسب سياسي فيما بعد، وهم لا يحققون الا فشلا بعد فشل؟ فنزل محمود حسين وجبهته، الدكتور محمود حسين وجبهته، نزلوا بيان علشان تعيين الدكتور صلاح عبد الحق، وما نزلوش بيان عن الثلاث شخصيات اللي ذكرتهم لك اللي اصبحوا امانات عند الله تعالى. وده وضع يوريك قد ايه ما تعلقوش امل كبير على المعارضه اللي في الخارج. انا اقسم بالله ما اقول هذه الكلمات الا وانا عارف في يوم من الايام عند بعض الناس اللي بقول لك اغلبهم اصدقاء هتبقى فترات كبيره، بس هي لله تعالى. وانا والله الذي لا اله الا هو لا احدثكم الا حديث من القلب، حديث يرضي الله عز وجل عني. وانت لك
حرية التقييم. قيم انت، اقعد مع نفسك طلع ورقة وقيم 10 سنوات النتيجة ايه؟ صفر. عارف انت مبروك على مين؟ ابو محمد اقول لك صفر. هي صفر، وصفر كبير جدا. وصل لمرحلة 3 امانات ذهبت لله تعالى، مفيش بيان يتكلم على بيحصل له، فيش بيان، لكن طلعنا بيان علشان اصل مين يتعين قائم ومش قائم. هو ده الوضع، هو ده الوضع. بعتذر لحضراتكم عن الإطالة. السلام عليكم.